السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي سادتي، مع فيديو جديد من فيديوهات نصائح وإرشادات، واليوم مع نصيحة واقتراح جديد إن شاء الله بإذن الله يكون فيه الفائدة. وجربيه سيدتي، وإن شاء الله بعد ما يرفع لنا الله سبحانه وتعالى هذا البلاء ونعود نقوله للمدارس حتلقي فيه فائدة كثيرة، حتى لو كان ماشي هذا العام، العام الجاي ورحينا ربي سبحانه. إذا إذا تعبتي من المراجعة راح نقترح لك واحد الاقتراح، يعني انا جربته، اقترحته على الكثير من الاولياء والكثير العادوا ولاو ولقوا فيه الفائده الكبيره، هو انك تسمي وليدك المعلم الصغير. ما معنى هذا المعلم الصغير؟ تقولي لوليدك انت المعلم الصغير، اليوم راح تقرا، تروح للمدرسة، وكي تجي في المساء انت اللي تراجع لي، نحبك تقري لي، تعاود لي كامل الدرس الرياضيات. اذا كان عنده تربية علمية العشية ان شاء الله انت اللي راح تدرس لي التربية العلمية. اذا انت واش راح تدير؟ انت سفير، سفير بيني وبين معلماتك ولا بين معلمك، تروح تجيب لي المعلومات من المدرسة وتعلمني، لانه انتوما مع التكنولوجيا الحديثة عندكم برنامج ثري، ما نقولولوش برنامج صعيب نخلعوه، ما نقولولوش هكذاك. اذا عندك برنامج ثري، عندكم برنامج ثري، ما عندكم انتم راحين تخرجوا ما شاء الله، الجيل تاع دوكا راح يخرج ما شاء الله في المستقبل، البرنامج تاعكم برنامج تاعنا واش كيف انه كاين تطورات تكنولوجية. اذا انت واش راح دير؟ تروح تقرا باش تزيد تشوف انا واش ما نعرفش تعلمني. اذا راح تعلمني ونسميك المعلم الصغير. العشيه راح نعطي لك بعض الاسئله، يعني في هذا المساء راح نعطيك هذا الاسئله، بعض الاسئله راح نحضر لك بعض الاسئله، اذا جاوبتني وفهمتني في هذه الاسئله راح تولي المعلم الصغير تاعي، انت راح تعلمني، يعني هذا التلميذ راح يكون سفير بين المدرسه والبيت. تقولوا لي واش الهدف من هذا الاقتراح؟ الهدف من هذا الاقتراح اولا تعزيز الثقه بالنفس، هذه مهمة جدا، تعزيز الثقة بالنفس، انه يولي واثق، تقول انت المعلم الصغير، وهذه اولا، انه هو وليدي ولا راجل ما شاء الله عليك الى غير ذلك، ولا بنتي ولا تمرأة ما شاء الله، انت يا طفلة ناضجة عندك فكر عالي، يعني التفكير تاعك في المستوى، هو راح يطلع، يعني راح يعزز من الثقة تاعه. ثانيا انه في البيت، عفوا في المدرسة، راح يركز، راح يقلل من الفوضى، اذا كان من اصحاب الفوضى في القسم راح ينحي ذيك الفوضى كامل، لانه عنده مهمه في المساء، يجمع اكبر قدر من المعلومات في القسم باش في المساء يروح يقري يمه، وهذا شيء جميل. وحتى الاساتذه راح يلاحظوا ان هذا التلميذ هذا ولا يعني مركز، ينتبه، يسأل، لأنه يقول ماما راح تسألني هذا السؤال، أنا راح نسأل الأستاذة تعطيني إجابة باش كي ماما تسألني راح نعرف كيفاش نجاوبها، باش أنا صح حقيقة نولي معلم. هذا جميل جدا. ثالثا يعتمد على نفسه في المراجعة، يعتمد على نفسه، ما ننسوش باللي أنه التلميذ إذا كان تلقى المعلومات وحبسها ثم يولي مستوى المعرفي نتاعو يعني متدني، الا اذا كان عاود استحضرها وقدمها لشخص اخر. ولذلك عمل الفريق في القسم مهم جدا. لماذا؟ لانه واحد يوري لواحد اخر، كل ما واحد يوري لواحد اخر ويصحح له اخطائه في عمل فريق، يصحح له اخطاء الى غير ذلك، التلميذ راه على بالو واش يدير، انه راه يستحضر، راه يدير منهجيه في التعلم والتعليم، لانه راح يوري لزميله اللي راح في الفريق مع اذا كان اخطا. اذا هنا هذه مهمه جدا، ولذلك دائما هذه الطريقه ينصحوا بها الاخصائيون، انه انت كي تكون تعاود الشخص، انا كانت عندي تجربه مع بنتي، كانت تعاود لي كي كانت في الثانوي راح تجوز البكالوريا، كانت تعاود لي الدروس تاع السيونس، وانا انا السيونس هذا نسيتو، انا في الحقيقه نسيتو، وانا كنت قسم رياضي، يعني السيونس ما كنتش نقرا بزاف، ولذلك هي كانت تعاود لي، انا تعلمت منها وهي كانت، ونهار كانت تغلط
واللي استنى هذه المعلومه راح تلت وحثمثم جبد الكلاسور تاعها تجبد المعلومه تعاود تلصق ديك المعلومه باش تولي سلسله من المعلومات. كل عندها ثغره تولي تروح تسترجع تعاود تجيب المعلومه هذيك وتعاود تكمل لي. وانا كنت نخصص وقتي باش ساعدتها في تحضير البكالوريا، ولكن ليس بالكثير. يعني هي فقط هي اقترحت هذا الاخر تقول لي ماما روحي نفهمك باش تدخل في راسي باش تثبت عندي. وهذا بالنسبه له كان يبدا من الصغر التلميذ يولي يعتمد على نفسه في اخذ المعلومات وفي سرد. مهم جدا انه يسرد المعلومات. وانت كأم ولا كوالي اللي مهتم بالمراجعه تاع الاولاد يشوف وليده كيفاش راه يفكر. الشيء الاخر ايضا انه يتعلم اللغه، الخطاب، كيف يخاطب، كيفاش تكون عنده حس للمسؤوليه. المسؤوليه هذه اللي تكون عنده انه لازم يفهمك انت كأم. انت كتقولي له وكي يقول لك ديك الحاجه انا ما تقول له هذه ما فهمتهاش، لماذا يعني، لماذا، علاش هذه صرات، هذه علاش قلت لي هكذا، يعني فهمني هذا الجزئيه هذه مانيش في هذا العنصر بالذات ما فهمتوش. هو راح يكون مسؤول انه يفهمك. هذه في بدايه الامر تكون شويه صعيبه بالنسبه لي، لكن اذا تلقى الجو هذاك زدتي ثريتيه الفكره هذه اللي زرعتيها فيه وزدتي اثريتيها بالاهتمام وبالتشجيع راح من بعد تولي تتبرمج عنده، يولي دائما ينتبه في القسم، دائما ياخذ المعلومات، دائما يعطيها، يجي يعلمك في البيت. لكن لازم يكون عنده اهتمام. احنا دائما كي نديروا مشروع ولا نديروا خطه مع اولادنا ما نخلوهاش على نصو. هذا هو الخطا نتاع الاولياء، انه نبداو خطه مع اولادنا ولكن ديك الخطه تحبس، ما عنديش الوقت ومن بعد انا عندي ضياف ومن بعد كذا وكذا، ناجلوها. لكن باعتذار نعتذر للطفل، نعتذر لاولادنا، نعلموهم لخطرش حنا رانا نروحوا القدوه ديالهم، نعتذر لهم. اذا بعد الاعتذار ناجلوا، لانه الظرف طارئ جا عندنا، لربما مرض عافانا الله واياكم، ربما جاونا ضيف نكرم الضيف ديالنا. اذا كاين الظروف يعني كاين الطوارئ هذو حنا نعتذر للطفل ونفهموه انه الحياه هذه مش كيما نحبوا حنايا، كاين امور مستجده في اليوميات تاعنا. اذا سيدتي سادتي ان شاء الله باذن الله هذا الاقتراح تاع المعلم الصغير راح يلقى صدى لديكم وراح ان شاء الله يتنفذ باذن الله اذا استحسنتوا الفكره. ورجعوا لي بالتعليقات اذا كانت يعني هذه الاقتراحات هذو يعني احتاج الى تعليقاتكم، بس يعني بعموما احتاج الى تعليقاتكم. وأترككم في رعايه الله وحفظه، عافانا الله واياكم من وباء الكورونا ورفعه عنا البلاء يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.